قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا النهاردة، إن كانت وصفة أو أكلة أو حلويات أو أي روتين، عايزين ندخل لقناتين ونشجعهم يا بنات. معانا قناة يوميات شروق وقناة سوبر دودو، القناتين أجمل من بعض، بيعملوا أكلات هايلة وبيعملوا حلويات تحفة. يا ريت تدخلوا لهم يا جماعة وتشجعوهم، يستاهلوا التشجيع ويستاهلوا المشاهدة. ربنا يوفقهم واشوفهم من أكبر القنوات. يلا بينا ندخل على الفيديو بتاعنا ونشوف هناكل ايه النهاردة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير وصحة وسعادة. ان شاء الله جايين نعمل مع بعض النهاردة صنف للغدا جميل جدا وحلو جدا جدا للعزومات، هيشرفك وهيكون حاجة جديدة وضيوفك كلهم هيسألوك عليها. تعالي يلا نشوف هنعمل ايه النهاردة. ان شاء الله هنعمل مع بعض النهاردة قارب اللحمة المفرومة بالخضار والبرغل، ويلا بينا نشوف المقادير. انا معايا كده نص كيلو من اللحمة المفرومة، وخليت الجزار فرمها لي فرم ناعم، خليته عملها لي وشين يعني، ومعايا شويه من البسله، يعني هنقول كده نص كوبايه، انا مفرزاهم اهو بسله على جزر. ومعايا كمان بصلايه وسط مقطعاها ناعم وعصرها، رميت الميه بتاعتها وخليت معايا البصل بتاعنا. ومعايا نص كوبايه من البرغل، ومعايا بقى البهارات بتاعتي، معايا فلفل اسمر، ومعايا كمون، ومعايا بابريكا، ومعايا هنا السبع بهارات، بس انا عاملاهم 11 بهارات مش سبعه. ومعايا هنا فلفل اسود تاني لو حبيت اكمل، ومعايا الملح، ومكعب مرقه للي حابب، واللي مش حابب يشيله عادي جدا مفيش مشكله. مبدئيا دلوقتي بقى هنبدا نعمل ايه. انا هاخد البسله والجزر دول هاخدهم على النار سلقه 5 دقايق كده يتسلقوا على النار، وفي نفس الوقت اللي هسلق فيه البسله هنقع البرغل بتاعي في ميه سخنه برضو بتاع 10 دقايق ربع ساعه كده، ونرجع نكمل مع بعض بقية الطريقة بتاعتنا. ودلوقتي حبايبي رجعت لكم بعد ما سلقت البسلة والجزر اهو، سلقتهم 10 دقايق على النار، ونقعت البرغل بتاعي في مية سخنة، بس خد مني نص ساعة على ما شربت كوباية شاي وظبطت الدماغ كده. ومعانا دلوقتي بقى البولة بتاعتنا، هننزل باللحم المفرومة، طاجن سهل جدا وفي نفس الوقت طعمه جميل، ولو هتعمليه في عزومه هيكون شكله شيك قوي. حط بقى البسله المسلوقه والجزر، ما نسيبش حاجه خالص. ننزل بقى بالبرغل، وبعدين نحط البصل بتاعنا المفروم. ودلوقتي بقى دور البهارات، وكل مرة بقول يا جماعة البهارات دي بتاعتك، اللي بتحبيه في البهارات حطيه، ما تلتزميش باللي انا بقوله، يعني اي بهارات انت متعودة انك تحطيها في الاكل حطيها عادي خالص. وادي مكعب المرقة، ومعايا تشكيلة البهارات بقى بتاعتنا اللي احنا متعودين عليها، وده فلفل اسود بس مش هحتاجه علشان انا حطيت خلاص. وهنحط بقى شوية ملح كده، بس نخلي بالنا ان احنا حاطين مكعب مرقة. هقلب بقى كل ده كده مع بعضه في الاول، بس كده هنقلبه تقليبة بنت ناس كده بالمعلقة اهو. بصوا بقى الخلطة بتاعتنا دي مش هينفع معانا تقليب المعلقة ده خالص خالص، دي لازم هنقعد نعجن فيها بايدينا عجنة بنت ناس كده، يعني ما لا يقل عن 5 6 10 دقايق كده، لحد ما تتأكد ان كل الخليط عمل مع بعض عجينة. بس عشان خاطر اصحاب القلوب الضعيفة يا جماعة انا هعجنها كويس وارجع لكم تاني. ورجعت لكم تاني، وفي الوقت ده ايه اللي حصل؟ ولا حاجة، قلبت كل المكونات بتاعتي كلها على بعضها كويس جدا، وبعدين جبت القالب بتاعي اللي انا هعمل فيه، حطيت فيه مادة دهنية، حطيت زيت وحطيت عليه رشة بقسماط وقلبتها فيه كله كده. ايه اللي هيحصل بقى دلوقتي؟ اهو هننزل الخليط بتاعنا كله في القالب، بس عايزين بقى نعمل ايه؟ نضغط كويس جدا علشان كل المكونات بتاعتي تكون متماسكة ببعض، ما يكونش عندي فراغات. ولا اسهل من كده حاجة يا جماعة، يعني بصوا مجرد شوية مكونات قلبناها وهندخلها الفرن، وفي الاخر هتاكلي حاجة يعني مختلفة.
تضغطي كويس جدا 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 اهو. يا ريت نعمل كده عشان اضمن ان اي فراغات عندي خرج منها الهواء وبقى مكانها دلوقتي اللحمه بالخضار بتاعنا. خلاص كده خلصنا الاكله بتاعتنا في اقل من دقايق. دلوقتي هدخلها الفرن على درجه حراره، انا مشغله الفرن على درجه حراره 200 بس من تحت بس، وهحطه بقى يعني هياخد نص ساعه، ولما يستوي هقول لكم خد مني وقت قد ايه بالظبط. يلا بينا ندخله الفرن. وادي خلاص القالب بتاعنا استوى معانا، خد مني بالظبط في الفرن 25 دقيقه، يعني نص ساعه الا 5 دقايق. هنقلبه بقى مع بعض هنا. بصوا حبايبي اتقلب معانا بكل سهوله، متماسك وزي الفل. يلا بقى نشوف هنجرنشه ونزوقه ونقدمه ازاي للضيوف بتوعنا. وادي يا حبايبي قالب اللحمه المفرومه بالبسله والجزر، وانتي لو حابه تضيفي عليه بطاطس مبشوره ماشي، كوسه مبشوره ماشي، اللي تحبي تزوديه على القالب بتاعنا زوديه، بس ما تقطعيهوش غير لما يبرد شويه عشان يبقى متماسك معانا، هيكون مميز جدا معاكي في سفرة عزومة رمضان او لولادك. وبحب اشكر كل الناس اللي بتشجعني وواقفه معايا وبتشجعني باللايكات والتعليقات والمشاهدات الحلوة. اقول لكم بحبكم جدا، وان شاء الله بيكم هكبر وهكون من اكبر القنوات. اشوفكم في فيديو جديد وبحبكم في الله.